خلينا نبدأ بقى بالحديث طبعا عن مباراة أمس، وبعد كده هنقفل بقى الصفحة ونركز في اللي جاي. لسه عندنا منافسات كتيرة جدا، بما ان بقى ضفنا أول مرة هنبدأ معايا أحمد. ماشي، خليني أسألك، شفت ازاي المباراة؟ وفي نفس الوقت برضو، هل أنت بتشوف الأداء بتاع النادي الأهلي كان أداء فعلا مرضي؟ وهل الأداء ده لو تم مع منافس قوي، منافس على نفس مستوى النادي الأهلي، نقدر نقول برضو ان الأداء أو النتيجة هتبقى برضو واحدة؟ خلينا نبدا من البدايه. هو الفكره ان الفوز مهم جدا للاهلي في بدايه مشواره، يعني بتكلم احنا البطل، فانت كان لازم ان انت تظهر بمستوى، يعني يكون في رساله لكل المنافسين انه الاهلي منافس قوي على البطوله في الموسم الجديد، يعني مش هيتخلى عن البطل. المهم كمان انه كان الفوز كان فوز واداء بنتيجة كبيرة 3-0، يعني نتيجة مطمئنة هتريح الجهاز الفني في الماتش اللي جاي، ماتش العودة هيبقى عنده خيارات كتيرة، عنده تنوع انه مثلا يقدر يريح لعيبة من اللعيبة الأساسية ويبدأ سياسة التدوير مبكرا عشان يتجنب الإرهاق اللي حصل في نهاية الموسم اللي فات. يمكن كمان هو اتكلم مستر كولر في الحوار ده وقال ان انا يعني الموضوع ده هيريحني، ان انا عايز اعمل التدوير هيبقى مهم، يعني عشان يبقى في يعني برضو ما يبقاش في تفاوت ما بين اللعيبه الاساسيه اللي بتاخد فرص كتيره مع اللعيبه البدلاء، لانه اللعيب برضو لما يبعد كتير عن الملعب صح. هو فعلا قال كده وقال التدوير حساسية المباراة برضو بالنسبة له، قال التدوير كمان هيخلينا لو في أي إصابات ما نشعرش إن في أي إصابات أو غيابات بسبب الإصابات أو أي سبب كان. بالظبط، هو بيسعى إنه يخلي الأهلي هيلعب بأي 11 لاعب، ما يتأثرش بأي لاعب، يعني أي 11 لاعب يمثلوا الأهلي جوه الملعب هيأدوا الغرض ويؤدوا المهمة المطلوبة، وال11 يكونوا جاهزين كمان. يعني هو كمان يعني مستر كولر ما بيتعاملش إنه عنده أساسي واحتياطي، كل اللعيبة بالنسبة له أساسية وكل اللعيبة على مستوى واحد. هو الحقيقة بالنظر لأسماء ونوعية اللعيبة ما ينفعش فعلا تقول إن ده فلان أساسي وفلان مش أساسي.